عليكم السلام سناء، صباح الخير لمستمعاتنا. اليوم غنقدم لكم الصدر المدخن، صدر الدجاج المدخن معمر بالقمح وطريفات ديال الدجاج. في زلافه غادي نخلطوا 100 غرام من القمح المفور مع زلافه صغيره من خيزو نكونوا قطعناه طريفات صغار وحتى هو وفورناه، و100 غرام من ابيض الدجاج اللي غنكونوا مقطعينه طريفات حتى هو وفورناه اولا شحرناه. غادي نضيفوا لهم كذلك الفرماج الاحمر، علبه من مركز الطماطم، شويش ديال الملحه، شويش ديال الابزار، وغنخلطوا الكل مزيان. غادي ناخذوا شرائح ديال الصدر المدخن غنعمروهم بالحشوه. ملي كتقول شرائح ديال الصدر المدخن يعني شاركوتري لا دان فيمي؟ واخا واخا غادي نعمروهم. اذا كتاخدي اون ترونش السيده تاخد الشريحه وغادي نعمروها بالحشوه ديالنا وغادي نلويوها ونقبطوها بالكوردون ديال السنان. كنظن هذه مساله معروفه حتى انهم ما يتحلوش لنا وما تخرج لنا ديك الحشوه، وكنقدموهم في طبق التقديم بالصحه والراحه. واش طيبتيهم في لاصوص؟ لا لاصوص موجدينها، كلشي مبخر عندنا مفور. الا تبعتي معايا من الاولى سنة، وهذاك الشيء علاش كنسول، لانه شي حاجه ما بانتليش. اذا هذيك لا ترونش ديال الشاركوتري السيده غتعمرها بهذه الحشوه اللي فيها مطيش هذا الحك، وكتجمعهم بالكوردون كتقدمهم. هادشي اللي قلنا في الاول، ان كل حاجه مبخره ومفوره وكنعمروا بها، كنجمعهم كنعمروا بهم الشاركوتري وكنقدمهم.